صباح الخير للجميع، معكم عمر دجاني. اليوم احنا في ابو علندا جنوب العاصمة عمان، تاريخ 21/4/2022. كالعادة مثل ما عودتكم، لما يكون جبل الشيخ واضح من هذا المكان راح اصور لكم اياه. انا الان في مسجد خليل الرحمن، وهي جبل الشيخ، القمة تاعته واضحة جدا من منطقة أبو علندا جنوب العاصمة عمان. هذا الجبل زي ما حكينا ارتفاع قمته 2800 متر وأكثر، 2814. منطقة أبو علندا تقريبا 1000 متر ارتفاعها، وهي من آخر الأماكن بالجنوب اللي ببين فيها جبل الشيخ. بعده عن المكان تقريبا 200 كيلومتر. لورجيكم مكان التصوير، شايفين انا حاليا في حي ابو علندا اقصى جنوب العاصمة. هاي معالم العاصمة عمان، ابراج السادس والدوار الخامس، هاي مآذن، وهي فندق الرويال، ابراج العبدلي، وهي جبل الشيخ بهاي الزاوية ببين. لسه بكير، تقريبا الساعة 6:30 الصبح. شوي شوي الآن مع مرور النهار ممكن يختفي هذا الجبل. على الجانب الآخر شوي مبين جبل العرب في سوريا، بس مو واضح أبدا. في طبقة ضباب يعني في السهول الشمالية الشرقية للأردن، مبين بس طرفه من فوق، بس الأفق الشمالي واضح جدا. هاي اللي ظاهرة طبعا هي النسفات الثلجية المتبقية على جبل الشيخ. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بنشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة.